السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله بنتكلم عن موضوع جميل جدا، هو ضمائر الفاعل أو الـ Subject Pronouns وضمائر المفعول به أو الـ Pronouns. موضوع ده جميل جدا وهو بسيط أوي، احنا هنتكلم عنه شوية وهنوضحه بالتفصيل. ياريت نخلي معانا قلم وورقة نكتب فيه الكلام اللي هنقوله، ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الـ Subject Pronouns أو ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل يا أصحابي هي الضمائر اللي بتيجي بدال أي اسم أو أي حد بيعمل أي حاجة في أي جملة. يعني إيه؟ يعني مثلا واحد بيجري أو واحد بياكل أو واحد بيلعب. يجري طبعا يعني run، يلعب يعني play، يأكل يعني eat، احنا عارفين كده. فالشخص او مجموعة الاشخاص اللي بيعملوا اي فعل من الافعال دي او اي فعل تاني بنحط مكانهم، بدل ما نقول اسمهم ممكن نحط مكانهم حاجة اسمها ضمائر الفاعل، اللي هي بتعبر عن الحد اللي بيعمل الفعل ده، الفعل اللي هو run او eat او play زي ما احنا قلنا من شوية. فمثلا واحد عايز يقول انا بأكل او انا بلعب او انا بجري، فبدل ما يقول انا in English بيقول I. وضمائر الفاعل او subject pronouns هما سبع ضمائر في اللغة الانجليزية، اللي هما I يعني انا، I يعني انا، he يعني هو، he يعني هو، she يعني هي، she يعني هي، it يعني هو أو هي لغير العاقل. ونخلي بالنا من كلمة غير العاقل دي، يعني أي حيوان من الحيوانات أو أي جماد كمان. يعني إيه جماد؟ يعني كتاب، كراسة، أي حاجة ما فيهاش روح بنقول عليها إت. وأي كلب أو أي قطة أو أي حيوان من الحيوانات برضو بنقول عليه إت، هو أو هي لغير العاقل. ووي، وي يعني نحن، لما أتكلم عن نفسي وعن مجموعة ناس معايا بنقول على نفسنا وي، وي يعني نحن. ويو، يو يعني أنت أو أنتم، لما بقول للواحد أنت أو مجموعة أشخاص قدامي بقول لهم أنتم فبقول لهم يو، يو يعني أنت أو أنتم. وآخر حاجة زي يعني هم، لو بكلم على مجموعة أشخاص أنا مش واقف وسطيهم وهم مش موجودين معايا دلوقتي فبقول عليهم زي يعني هم، يعني هم زي يعني هم. فهم سبع ضمائر in English أو في اللغة الإنجليزية، وزي ما قلناهم من شوية I و he و she و it و we و you و they. فأول حاجة أصحابي بستخدم I أو أنا لما باجي أتكلم عن نفسي. فمثلا لو أنا عايز أقول مثلا أنا باكل فبقول I eat، I eat يعني أنا أكل. لما بحب مثلا اقول ان انا بحب حد معين او بحب حاجة معينة بقول I like، I like انا احب. لما احب اقول انا اسمي مثلا ممكن اقول I am حسام، I am حسام يعني انا اسمي حسام. I am احمد، انا اسمي احمد. I am منى، انا اسمي منى. فهنا I بمعنى انا بستخدمها لما باجي اتكلم عن نفسي. طب هي بنقول هي امتى؟ هي هو، هي هو لما بتكلم على مثلا حد صديق ليا، ولد، بابا، جدي، صديقي اللي في الفصل، اي حد مذكر، ولد يعني راجل او ولد بنقول عليه هي، هي هو. طب امتى بستخدم شي؟ بستخدم شي لما بتكلم على بنت او ست، اختك، ماما، صديقتك، جدتك، بقول عليها شي، شي يعني هي. وإت، إت هو أو هي الغير العاقل زي ما قلنا من شوية، لما باجي أتكلم عن أي جماد زي الكرسي، السرير، القلم، الكتاب، الشنطة، وأي حيوان زي الكلب، القطة، أي حيوان بنقول عليه إت، هو أو هي الغير العاقل. ويو، يو يعني أنت أو أنتم، لما بتكلم مع شخص معين أو مجموعة أشخاص معينين واقفين قدامي وشايفهم وبشاور عليهم فبقول لهم
you أو بقول له هو you يعني أنت أو أنتم. وزي ما قلنا we يعني لما بنتكلم عن نفسنا أنا ومجموعة ناس معايا بنقول we أو نحن. وزي ما قلنا من شوية معناها هم وبنستخدمها مع الجمع، مثلا لما بقول على مجموعة أولاد بيلعبوا بدل ما أقول boys play بقول they play. they play يعني هم يلعبوا، شلت كلمة boys أو شلت كلمة الأولاد ورحت حاطط مكانها they، بقى they play يعني هم يلعبوا. وبكده أنا عبرت عن أن أنا بتكلم على مجموعة أشخاص وقلت هم أو they. تعالوا ناخد بعض الأمثلة اللي نتدرب بيها ان احنا نختار الضمير المناسب. لما مثلا اقول لك منى هقول عليها اي ولا هي ولا شي ولا ات ولا وي ولا ذي ولا يو. منى شاطرين هنقول شي. احمد هي شاطرين. فاذر الاب شاطرين. هي برضو شاطرين. طب لما اجي مثلا اقول لك اختار الضمير المناسب او choose the right answer واقول لك مثلا انا بتكلم عن نفسي، لما اجي اشاور على نفسي واتكلم اقول انا، هقول ايه I ولا he ولا she ولا it ولا you ولا they ولا we. شاطرين هقول I انا. طب لما اجي اتكلم مثلا عن الكتاب بتاعي هقول ايه؟ شاطرين it. طب لما اجي اتكلم عن ماما هقول ايه؟ شاطرين she. طب لما اجي اتكلم عن القطة بتاعتي هقول ايه؟ شاطرين it. طب لما اجي اتكلم عن مجموعة من اصحابي مثلا بشاور عليهم وبتكلم عنهم هقول ايه؟ شاطرين they. طب لما اجي اتكلم عن نفسي وعن اسرتي هقول ايه؟ شاطرين we يعني نحن. وبكده احنا اخدنا ضمائر الفاعل او السبجكت pronouns واتضربنا بنقول كل ضمير في اي حالة من الحالات. عايزكم تحفظوهم كويس زي اسمكم وتتدربوا عليهم. وتعالوا بقى نعرف مع بعض ضمائر المفعول به أو البرونونس. يعني إيه برونونس؟ برونونس يا أصحابي بتستخدم في حالة المفعول به، الحاجة اللي بيحصل عليها فعل في الجملة. يعني أنا مثلا أكلت إيه؟ أكيد أكلت طعام، يبقى الفود هو المفعول به، هو اللي تاكل. مثلا حد ساعدني، يبقى المفروض مين اللي حصل عليه الفعل؟ إيه اللي حصل له الحاجة؟ أنا اللي حصل لي المساعدة، يبقى أنا اللي حصل عليا الفعل، يبقى أنا المفعول به. هي بتستخدم في حالة المفعول به وتأتي بعد الفاعل أو حرف الجر. هذه الضمائر في اللغة العربية بتكون متصلة بالفعل. يعني مثلا لما أنا أجي أقول لك أنا رأيته اله هنا اللي مكتوبة في آخر رأيت، كلمة رأيت اله دي بتعبر عن شخص أنا شفته، يعني شخص حصل عليه فعل إن أنا شفته بعينيا. فهنا دي اسمها المفعول به، ضمير المفعول به في اللغة العربية اللي هي رأيته. هنا في اللغة العربية الهاء دي هي ضمير المفعول به وبتيجي دايما متصلة بالفعل رأيته. أما في اللغة الإنجليزية فالضمير المفعول به اللي هو البرونونس بيجي منفصل عن الفعل. لما أجي مثلا أقول أنا رأيته in English بقول I saw him يعني أنا. I saw يعني رأى في الماضي. him هنا هي هو رأيته. him هنا جاية بتعبر عن هو الشخص اللي حصل عليه فعل الرؤية اللي أنا شفته. وهذه هي ضمائر الفاعل التي أخذناها سابقا وما يقابلها من ضمائر المفعول به. يعني إحنا من شوية قلنا I يعني أنا. أنا لما يجي حد في جملة معينة يحصل عليا فعل بشيل اي وبحط مكانها مي يعني انا، بس انا المفعول به اللي حصل عليا الفعل. زي مثلا في الجملة احمد هيلبد يعني احمد ساعد خلاص مي انا، يبقى احمد ساعدني
مي هنا بتقول ان انا اللي حصل ليا فعل المساعدة ان هو ساعدني انا، احمد ساعدني. وهي طبعا احنا عرفنا من شوية هي يعني هو. لما اجي اقول ان هو اللي حصل عليه الفعل فبقول هم، هي هو هم، لما بيبقى هو اللي حصل عليه الفعل هو ضمير المفعول به اللي هو البرونونس. زي مثلا في جملة احمد played with him، احمد played يعني احمد لعب، with him معاه، with him معه، يبقى احمد لعب معه. يبقى احمد لعب مع مين؟ مع شخص معين اللي هو هو. فانا بشيل هي وبحط مكانها هم لان هو اللي حصل معاه اللعب في الجملة. طيب لما اجي اقول شي، شي لما اجي اقول ان هي اللي حصل عليها الفعل بقول هير، شي اللي هي هي بقول عليها هير لما هي بتكون في الجملة مفعول به او pronounce، حصل لها حاجة معينة وهي جاية في مكان المفعول به. زي مثلا جملة احمد talked to her، احمد talked يعني تحدث تكلم، to her اليها. فطبعا ما قلناش شي قلنا هير لان هي اللي حصل معها الكلام، فشلنا شي وحطينا مكانها هير زي ما احنا شايفين قدامنا. احمد talked to her، احمد تحدث اليها. طب it اللي هو او هي غير العاقل، بتيجي زي ما هي it في ضمير المفعول به او البرونونس. زي مثلا في جملة احمد took it، احمد took it ممكن مثلا took it دي انا بتكلم عن كتاب، عن كشكول، عن حيوان من الحيوانات، وهنا معناها احمد اخذه. احمد took هنا يعني اخذ في الماضي اللي هي الماضي بتاع verb take او يأخذ، احمد took it احمد اخذه. طب you اللي هو انت او انتم، لما باجي بتكلم عن you انت او انتم في حالة البرونونس او ضمير المفعول به بتفضل زي ما هي you. يعني مثلا في جملة احمد loves you، احمد loves you يعني احمد بيحبك او بيحبكم، احمد loves you احمد يحبك. فهنا you جاية زي ما هي، وهنا هي في مكان المفعول به لان احنا قلنا المفعول به دايما بيجي فين؟ بيجي بعد الفعل. هنا love او loves يعني ده الverb المفعول به اللي حصل عليه الحب ده هو انت او انتم، فهي جاية زي ما هي زي ما احنا شايفين قدامنا، وهي برضو اسمها you انت او انتم في مكان البرونونس او ضمير المفعول به. طب في حالة we او نحن، لما بيبقى وي او نحن احنا اللي حصل لنا الفعل ده بنسميها us، us يعني نحن برضو، بس ده في مكان البرونونس او ضمير المفعول به. زي مثلا في جملة احمد sent a gift to us، احمد sent احمد ارسل a gift هدية to us الينا، يبقى احمد بعت لنا هدية. us هنا هي جاية مكان وي اللي هو نحن، بس احنا هنا نحن ايه؟ نحن اللي حصل علينا الفعل او نحن اللي اتبعت لنا فعلا الهدية، فهنا شلنا وي وحطينا مكانها us لان ده مكان البرونونس او ضمير المفعول به الحد او الشخص او مجموعة الاشخاص اللي حصل لهم الفعل. وهنا هي جاية فعلا بعد حرف الجر زي ما احنا قلنا من شوية اللي هو to. احنا قلنا دايما البرونونس او ضمير المفعول به بيجي بعد الفيرب او الفعل يعني، وبيجي برضو بعد حرف الجر اللي هو واحد من حروف الجر زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو تو. واحنا هنعمل حلقة منفصلة عن حروف الجر، امتى بنستخدم كل حرف جر في اي حالة من الحالات، خليكم تابعينا عشان تعرفوهم بالتفصيل ان شاء الله. واخر حاجة في حالة زي هم، لما باجي بتكلم عن مجموعة أشخاص وهم مش واقفين معايا بشاور عليهم فبقول عليهم زي. لما زي دول بيحصل عليهم الفعل بيكون اسمهم زم يعني هم بس هم اللي حصل لهم الفعل. وده بيكون واضح في جملة زي جملة أحمد visited زم. visited هنا الماضي بتاع visit أو يزور، يبقى أحمد visited يعني أحمد زار زم، زارهم هم، ف
فاحنا هنا شلنا كلمة زي اللي هم يعني، وحطينا مكانها كلمة زم، زم يعني هم برضو، بس هم هنا اللي حصل عليهم الفعل اللي هم حصل لهم الزيارة، وهنا زم جاية بعد الفيرب أو الفعل يعني على طول اللي هو visit. فخلينا فاكرين كويس ان البرونونس او ضمير المفعول به بنعرفه لما بيكون في الجملة دايما بيجي بعد الفيرب او الفعل يعني، او بيجي بعد حرف الجر زي ما قلنا من شوية. ومرة تانية ضمائر المفعول به او البرونونس هي مي لو انا بتكلم عن نفسي، هم لو انا بتكلم عن حد معين اللي هو شخص ولد هو، هير لو انا بتكلم عن بنت وبقول عليها هير اللي هي بدل شي، ات لو بتكلم على هو او هي الغير العاقل، يو لما بتكلم عن حد قدامي شخص بقول له انت او انتم لما بيكونوا في مكان البرونونس او في مكان المفعول به بتيجي زي ما هي يو. اس يعني نحن لما بنكون بنتكلم عن نفسنا ويكون حصل لنا حاجة معينة زي ما قلنا من شوية sent gift to us يعني هو بعت لنا هدية. us هنا احنا ما قلناش وي، احنا قلنا us لان احنا اللي اتبعت لنا الهدية. واخر حاجة زم، زم اللي هم يعني هم، بس هم هنا جاية في مكان المفعول به او البرونونس لما بيكون مجموعة الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم حصل عليهم فعل معين وجايين في مكان البرونونس او المفعول به في الجملة اللي احنا بنتكلم عنها. وبكده نكون شرحنا درس النهاردة وعرفنا يعني ايه السبجكت برونونس ويعني ايه البرونونس او المفعول به. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم. لو استفدت من درس النهاردة اعمل لايك، اتمنى ان انا اشوف 1000 لايك تحت الفيديو او 1000 حد استفاد. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.